كاين قول المصاعب والمصاعب والمصاعب وبالفعل يعطيها ميسيون أو لا ميسيون تبيها. اليوم عقد مجلس عمالة إنسكان إنت من دورته العادية اللي حاول يناقش فيها 7 ديال النقاط. أهم هاد النقاط هي النقطة المتعلقة باقتناء حافلات لجمعيتين نقل مدرسي بأولاد الدحو وجماعة التمسية. هذا الاقتناء يعني مول من طرف مجلس الجهة مشكور اللي تقريبا واحد الاتفاقية اللي كتهم التمويل ديالها 54 مليون ديال الدرهم اللي غادي ترصد في مجلس عمالة بالضبط هو واحد 4.2 مليون ديال الدرهم. سنة 2025 سيتم رصد 1.8 مليون ديال الدرهم وسنة 2025 1.4 مليون ديال الدرهم باش يكون عندنا في المجموع 4.2 مليون ديال الدرهم. إذن هذا غادي يكون فرصة لحل إشكال ديال النقل المدرسي بالجماعتين المذكورتين. نقطة مهمة أساسية كذلك اللي كتتعلق ب يعني بواحد المشروع اللي هو غادي يدر مداخل على مجلس العمالة وهو حلبة ديال متعلقة بالسياقة تعليم السياقة. في هذا الإطار هذا يعني تم تحويل مجموعة ديال الاعتمادات، اعتمادات كتتعلق بمجال ديال التسيير ثم اعتمادات بتجهيز تقريبا واحد 66 ألف درهم كتتعلق بميزانية التجهيز ثم ما يفوق 4 مليون ديال الدرهم من ميزانية التجهيز من أجل تهيئة هذه الحلبة اللي هي غادي تكون فرصة يعني إزالة تلك العشوائية اللي كتهم يعني تعليم تعليم السياقة. إذن وغادي تكون بحكم أن مجلس العمالة الفلسفة ديالو في هذا الإطار هو أنه كيستخلص رسوم في هذا الإطار وفكر أنه يرد الجميل لهاد الناس المهنيين اللي كيعانوا. كان اجتماعات في هذا الإطار مع المهنيين إن شاء الله المشروع غادي يخرج لحيز الوجود. كاين نقط أخرى اللي كتهم اللي تأجلوا وهو كاين اتفاقية تتعلق بالولوجيات والاتفاقية كذلك تتعلق مع وزارة الفلاحة من أجل يعني تهيئة مساعدة المجلس في برنامج تنمية العمالة. فهذه النقطتين تم تأجيلهما من أجل فتح باب المشاورة أكثر. واليوم كان عندنا اجتماع ديال الدورة العادية ديال شهر يونيو ديال مجلس العمالة. اجتماع كان مثمر وكان ايجابي جدا لانه تناقشت فيه واحد العدد ديال النقاط مهمه ديال جدول الاعمال ديال الدوره. توجهت الانظار ديال الاعضاء ديال المجلس الى الانكباب على دراسه هذيك المشاريع ديال الاتفاقيات يعني المتضمنه ضمن النقاط المدرجه ومن بين الاساس اتفاقيه ديال التعديل ديال اتفاقيه ديال اقتناء مشروع اقتناء حافلة ديال النقل المدرسي بالنسبة لعملتي وأقاليم الجهة وهذا مشروع اللي هو مدعم من طرف مجلس الجهة. كذلك مناقشة نقاط اللي هي متعلقة بإعادة برمجة واحد المجموعة ديال التحويلات في إطار بعض اعتمادات اللجنة ديال ميزانية ديال التسيير برسم السنة المالية 2024 وكذلك اعتمادات فيما يتعلق بميزانية ديال التجهيز برسم السنة المالية ديال 2024 وبطبيعة الحال التحويلات هادو توجهت مباشرة لتخصيص اعتمادات لكثير العقار الذي سوف تقام عليه الحلبة ديال تعليم السياقة ثم كذلك تجهيز ديالها والإحداث ديالها فيما يتعلق بالجزء الثاني من التحويلات. ثم نكب السيدات والسادة أعضاء ديال المجلس الاستماع للعروض اللي تقدمت فيما يتعلق بالعرض الأول يتعلق بتضمين الرؤية ديال المجلس للعمل في إطار تقييم برنامج ديال العمل ديال تنمية العمالة برسم السنة ديال 2022-2023. كذلك العرض آخر مخصصة لدراسة وتقييم مستجدات مشروع أوراش عامة مؤقتة برسم السنة ديال 2023 واللي كذلك سجل واحد العدد ديال الإنجازات واحد العدد ديال الاشتغال ديال مجموعة ديال الشباب ديال المنطقة ديال عملتين زكريت مدون وجمعيات كذلك تفوقت في إحداث تغيير نسبي بما فيما يتعلق على مستوى ديال النظافة والمرافق وتجهيز ديال المرافق واستقبال كذلك ديال المرضى وإلى آخره والمتفقين ديال المستشفيات العمومية والمراكز الصحية بعملتين زكريت مدون. هذه هي خلاصة ما تم تداوله داخل أشغال ديال الدورة وأنتم كنتم حاضرين وشفتوا الأجواء الإيجابية اللي دازت فيها الدورة وهذا هو اللي كاين.
كيعاود سير دو شوف اللي هما خدامين معنا فيهم غادي ندير لهم اتفاقية فاتر انا وش غوغاردي لو كادر هذا كونفونسيونيل هذا الاطار الاتفاقي تشوفوا في هذاك في التقرير ديالو هذا كنظن انه ما